كثير من الناس يقولون يا زايد أنت تصرف أكثر من اللي يدخل عليك، ليش؟ قلت لهم أنا عندي يقين في الخالق عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يلوم القادر أن يعمل ويعدل اللي ما هو قادر. أنا أرى نفسي قادر، لو ما عندي شيء أرى نفسي أن أمامي الخير، أمامي الشيء، وملي إن شاء الله في الله طيب.